الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والنبيين والمرسلين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نلقاكم لنستقي وننتقي من موضوعاتنا ما نسأل الله العلي العظيم أن يجعل لنا فيه نفعًا في الدنيا والآخرة. أعزائي المشاهدين النهاردة موضوعنا بيتعلق بسلوك الجوارح وبيتعلق أيضا بأعمال القلوب موضوعنا النهاردة موضوع خطير جدا موضوع مهم جدا الألفاظ دي مش بتيجي كده إنما بتيجي لسبب وبأسباب بناخدها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول الحق جل علاه بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون هذه السوره بكاملها تتحدث عن هذا الموضوع الذي اخترنا الحديث عنه. موضوعنا النهارده اعزائي المشاهدين بيتعلق بالرياء. ايه هو الرياء؟ ومعناه ايه؟ وخطورته ايه؟ وايه اسبابه؟ وبيكون في ايه؟ وايه العلاج للرياء؟ هو ده موضوعنا اعزائي المشاهدين فلو كان في اي استفسار يتعلق بهذا الموضوع اهلا بحضراتكم سواء على الاتصال المباشر او علي صفحات التواصل او من خلال الرسائل النصية كما تشاءون ان كان لكم ما تسألون عنه فمرحبا بكم دائما اعزائي المشاهدين موضوع الرياء احنا عايزين نفهمه ونتفهمه ويمكن الناس حتى مش عارفة يعني ايه كلمة, اه كلمة رياء ده مصطلح عندنا والقرآن الكريم استعمله والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله ومن ثم علماء الاخلاق واهل القلوب دائما يتحدثون عن الرياء والرياء بيقابلوا الاخلاص في العمل معنى الرياء ببساطه ان الواحد بيعمل الحاجه لغرض غير اللي موجود في قلبه او غير اللي بيقصده من العمل يعني ايه الكلام ده يعني كل الناس لما بتعمل أي عمل لازم بيكون لهم غرض وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم الرسول بيقول لنا إيه إنما الأعمال بالنيات يعني إيه الحديث ده له مفهوم إحنا هنعرضه وله مفهوم تاني بيبصله من خلاله أهل الأخلاق أو علماء الأخلاق إنما الأعمال بالنيات بيعني في موضوعنا دلوقتي إن أي حد بيعمل أي عمل له غرض هو بيعمله ليه؟ إلا من؟ إلا الأطفال الصغار اللي بيلهوا وبيلعبوا وبيتنططوا مالهمش غرض في أي حاجة أو المجانين بيعمل أي حاجة ملوش غرض هو بيعمل أي حاجة وخلاص لأنه فقد عقله ما العقل موجود، وما العلم موجود، يبقى كل حاجة بتتعمل لازم ليها غرض. الغرض ده بقى ممكن يبقى اللي جوه زي اللي بره، يعني أنا غرضي حاجة وبعمل نفس الحاجة، يبقى كده خلاص أنا مش عايز أوري الناس حاجة خلاف اللي في قلبي، أو أنا بخفي عن الناس، هو ده الرياء. إن الواحد يعمل العمل بيقصد بيه حاجتين. الرياء ده مش دايما زي ما احنا مش بنبقى واخدين بالنا ولا بعض المتكلمين لما بيتكلموا مش دايما الرياء ده بيبقى مذموم ومكروه وحرام وبيودي وبيودي في دهي. إنما يقينا يقينا التخلص من كل أنواع الرياء دي اعلى منزله في منازل الاعمال واعلى منزله في درجات الاخلاص. يبقى خدوا بالكم معي مش كل الرياء حرام زي ما هنشوف. ليه؟ ممكن الواحد يعمل حاجه لغرض خلاص ايه المشكله؟ خليك. انما لو قدرت اتخلص من كل انواع الرياء فدي اسمى درجات الاعمال ورقيها وده اللي بيعنيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى طب لو احنا فهمنا بقى مقصد الرياء أو معنى الرياء ولقينا القرآن الكريم بيتحدث عن هذا ولقينا القرآن الكريم بيصف المنافقين بأنهم مرائين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ده مين؟ مين اللي بيعملوا كده؟ مين اللي بيراؤوا؟ المنافقين، ومن هو المنافق الذي يخفي في قلبه ما لا يبديه للناس، يخفي في قلبه ما يخاف أن يطلع عليه الناس، أو ما يخاف أن يعرفه الناس، كأن هذا المنافق اللي هو أحد سلوكه الرياء، يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله، بل أن المنافق الخالص يخاف من الناس ولا يخاف من الله ليه؟ لانه يخاف ان علم الناس ما في قلبه ولانه يعلم ان الله يعلم ما في قلبه فهو كمان مش خايف من ربنا خالص علشان كده دول في الدرك الاسفل من النار فالرياء صفه من صفات المنافقين او تصرف من تصرفات المنافقين احنا مش بنتكلم على المنافقين النهارده إحنا بنتكلم عن سلوكنا إحنا. يا ترى وإحنا بنتصرف، وإحنا بنتكلم، وإحنا بنشتغل، وإحنا بنلبس، وإحنا بنخرج، في رياء ممكن يبقى موجود في أعمالنا ولا ما فيش رياء ممكن يبقى موجود في أعمالنا؟ الغرض من هذا الحديث هو أن نستبصر بحقيقة الرياء في أعمالنا، والغرض الأساسي منه إن احنا نوصل بقدر الإمكان. إن احنا نخلص عملنا من الرياء. في عمل ما ينفعش يكون فيه رياء أبدًا، ولو كان فيه فده بيحبط العمل وبيود صاحبه في دهية وفي أعمال بتقبل فيها الرياء وإن كان إخلاصها أفضل. يا ترى إيه ده؟ وإيه ده؟ هو اللي احنا هنوضحه مع حضراتكم بإذن الله تعالى. راجينا من هذا كله ايه؟ هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من صلواته. هذا علمنا الله سبحانه وتعالى اياه في القران. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذه الآية بتعني نهاية الغرض أو نهاية الهدف من هذا الحديث، إن احنا نوصل لأن تكون أعمالنا كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. يا ترى الموضوع ده سهل ولا صعب؟ الموضوع ده صعب في أوله، لأنه يحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى رياضة، ويحتاج إلى تهذيب النفس، أو زي ما بيقولوا علماء الأخلاق بيحتاج إلى مجاهدة. بعد كده خلاص ما بتبقاش في مشكلة خالص لأن العبد صار خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى. متى يصير خالصا مخلصا لله؟ إذا اعتاد على أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. يعني إيه مخلصا لله سبحانه وتعالى؟ هي الكلمة التي نقولها لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. احنا ممكن نوصل لده بأعمالنا ولو ما كانتش أعمالنا خالصه يبقى أكيد في مشكله في لا إله إلا الله. فين المشكله اللي في لا إله إلا الله؟ المشكله اللي بتبقى في قلبنا أو في علاقتنا بهذه الكلمه. من قال لا إله إلا الله يعني أن كل شيء يفعله يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. برضو اعزائى المشاهدين الموضوع يعني فيه كلام كتير وفيه معاني كتيرة قوي وفيه خطورة شديدة والتخلص منه بيمثل مكسب كبير جدا للانسان وخاصة الإنسان المؤمن اعزائي المشاهدين لما احنا نيجي نقسم العمل زي ما قلت لحضراتكم كل الاعمال لازم لها غرض لازم ليها سبب لازم ليها نية مفيش حد بيعمل حاجة إلا ويقف مع نفسه أو كلنا بنسأل ليه بيعمل كده أهي ليه ديت والمين بيعمل كده هي عناصر الإخلاص أو هي عناصر الرياء لو كان بيعمل كده علشان حاجة للدنيا يبقى خلاص هياخد من الدنيا لو كان بيعمل كده علشان أي حد يبقى خلاص هياخد أجره ومكافئته من اي حد هو بيعمل له حاجته لو كان حيديله اجر او لو كان هيديله مكافاه اما اذا كان لماذا يعمل هذا العمل لان الله امر به ولمن يعمل هذا العمل لله وحده لا شريك له يبقى هو ده الاخلاص هو ده تاج الاعمال هو ه... هذا هو تاج القرب الى الله سبحانه وتعالى يا نقدر نوصل للطريق ده مش ممكن في ساعة ولا في ساعتين حننتهي لاخر الطريق بس يا ريت نعرف الطريق اللي احنا حنمشي فيه علشان نوصل لايه؟ علشان نوصل للاخلاص ونتقي كل رياء. طيب لما كل عمل له نية يعني كل عمل له غرض كل عمل له سبب كل عمل بيتعمل يبتغى به شيء ويبتغى به احد اي عمل في الدنيا كده احنا غرضنا من كل ما نتحدث فيه وما كان الشرع كله الا الحاجتين ان الدنيا تصير طيبه بالنسبه لنا نستفيد وننتفع بكل ما فيها من النعم وبكل ما فيها من الخير واحنا سالمين مطمئنين راضين قانعين بكل السبل طول ما احنا عايشين هو ده غرضنا وما خلق الله هذه الدنيا ليستمتع بها الكافر ولا يستمتع بها المؤمن وما خلق الله هذه الدنيا لتترك فلا ينتفع الناس بها يبقى الغرض الاولاني من كل احاديثنا ومن كل الشرع ان يصلح الله لنا دنيانا وكل ما في كتاب الله يهدي الى صلاح الدنيا والى عماره الدنيا والى عيشنا فيها عيش السعداء عيش المطمئنين عيش الراضين عيش المؤمنين طب ده في الدنيا والاخره عنا عليها من الاول والاخر ليه لان الاخره خير وابقى ولان الاجر من الله سبحانه وتعالى يكون في الاخره يبقى ما فيش موضوع احنا بنتكلم فيه الا عنا على حاجتين عماره الدنيا وعماره الاخره عمارة الدنيا بتكون ان احنا نمشي على سنة الله فيها ونمشي على شريعة الله فيها فكده ستعمر هذه الدنيا وعمارة الآخرة تكون باتباع منهج الله سبحانه وتعالى ويكون ثوابها العظيم الجنة ولقاء الحق سبحانه وتعالى. يا ترى الأعمال اللي احنا بنعملها ديت ممكن تبقى في حاجة للدنيا وبس. وممكن تبقى في حاجه للاخره وبس المؤمن الذكي الفاهم يقدر يخلي كل عمله للدنيا وللاخره على حد سواء تعالوا كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه من كان يريد ثواب الدنيا لان كل الناس عايزه الدنيا مفيش حد عاقل يقول انا مش عايز الدنيا امال حتى المؤمن مش عايز الدنيا ازاي وانت في الدنيا بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج. مش عايز الدنيا ازاي اذا كنت انت في الدنيا بتتصدق وبتنفق وكل حاجه. كل العمل. الدنيا بالنسبه له مطيه للاخره، ده لمين؟ للمؤمن، يبقى هل يتصور ان يكون مؤمنا لا يرغب في الدنيا؟ ابدا، والكلام ده على حقيقته مش عايزين نغلف الكلام باغلفه وبلباسات مختلفه، الذي لا يرغب في الدنيا كيف لا يصل الى الاخره؟ فما فيش مؤمن ابدا لا يرغب في الدنيا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا، يدعو بعماره الدنيا وبصلاح الدنيا التي فيها معاشنا، طب ده بالنسبه للمؤمن، ولغير المؤمن هو لا يبتغي الا الدنيا، يبقى الدنيا مبتغاه للمؤمن ومبتغاه لغير المؤمن الاخره لا يبتغيها الا المؤمنون ايه علاقه الكلام ده بموضوعنا اللي هو الرياء اللي احنا بنتكلم فيه وسنواصل الحديث عنه بعد هذا الفاصل اعزائي المشاهدين نحن نتابع حديثنا فيما يتعلق بالرياء اه بهذا الشرك الخفي. راى شد اه شداد بن اوس رضي الله عنه وارضاه وهو احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي يبكي فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اني اتخوف على امتي الشرك الا انهم لا يعبدون صنما ولا وثنا ولا شمسا ولا قمرا، ولكن يرقاون الناس باعمالهم. الرياء خلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يرى ان هذا قد يكون في امته وهو الشرك. لا يعني ذلك انهم يعبدون الها او الهه مع الله او دون الله، لن يكون هذا ابدا باذن الله تعالى، ولكن الشرك هو الرياء هو ذلك الشرك الخفي الذي قد يعظم حتى يصير والعياذ بالله تعالى سلوكا للإنسان فلا يمكن أن يقبل منه عمل الرياء ده اللي احنا بنتكلم عنه اللي عايزين ننتهي بإذن الله تعالى من حديثنا علشان نشوف الطريق اللي بينا تخلص من الرياء أو نخلص لله أعمالنا ونشوف المرض العضال المزعج المفسد ده ازاي ممكن نعالجه؟ وازاي ممكن نتقي شره؟ زي ما قلت لحضراتكم ان كل عمل له غرض. لما تسال نفسك لماذا تفعل هذا؟ لازم تلاقي جواب. ولما تسال نفسك لمن تفعل هذا؟ لازم تلاقي جواب. الجواب ده بقى اعزائي المشاهدين هو اللي بيحدد الرياء، وهو اللي بيخلي الرياء ده اما ان يكون شركا والعياذ بالله تعالى. واما ان يكون ان يكون صفه متعلقه بالعبد بتبوظ له عمله او ما بتصعدش عمله لله سبحانه وتعالى برضه هي دي النقطه المحوريه عايزين نقف ونوضحها اكتر واكتر لما نيجي نقول فلان راى يبقى هو اللي شاف راى من الفعل راى يعني ايه راى بقى اللي منها الرياء ان الواحد عايز يورى الناس حاجه مش موجودة يبقى بيضحك عليهم بيكذب عليهم عايز يوريهم حاجة هي مش فيه ازاي الكلام ده يكون واحد راجل غني والناس كلهم عارفينه غني هل محتاج ان هو يوري الناس ان هو غني يركب عربية فارهة ويبقى عنده أه اصطف قد كده موجود ولبس وبدل والكلام ده كله ما الناس عارفينه, عارفينه غني انما ان لم يكن غنياً فهو يراء الناس ليظهر اليهم الغنى يبقى هو مش لاقي ياكل ويروح يأجر بدله بالشيء الفلاني علشان الناس تشوفه اه ده راجل نزيه ده راجل شيك يقولون خلاف ما هو عليه هو ده المرائي واحد راجل عالم محتاج ايه ان هو يقول للناس ان انا عالم ولا يعرف ناس ابدا خلاص هو هكذا ولكنه ان كان جاهلا لا علم له او اميا يفضل بقى يوري الناس ان هو عالم بإيه؟ يقعد يسمع له كلمتين ولا يقول له جملتين ويتنفخ ويقعد ويتق... ليه؟ لانه يريد ان يظهر للناس ما ليس ما ليس فيه هو ده الرياء نقيسه بقى على كل شيء ممكن ان احنا نتصوره او كل عمل احنا ممكن نعمله بل كل قول وكل تصرف وكل سلوك وكل مظهر ممكن يبقى فيه الكلام الكلام ده. طيب لما نيجي بقى نشوف الرياء علشان الناس برضه ما ما تتخضش واللي مش قادر يتخلص منه النهارده يتخلص منه بكره بس في حاجه لازم يتخلص منها النهارده في ساعتها. ايه الكلام ده؟ لما حضراتكم نيجي نشوف واحد بيعمل حاجه للدنيا عايز الناس تقول عليه كويس خلاص واحد اتعلم الطب علشان الناس تقول عليه دكتور فهو راح ودرس واشتغل وكتب يافطه وعمل مستشفى وعمل عياده فالناس بيقولوا عليه دكتور، هو ليه عمل ده كله؟ ليقال عنه كذا، خلاص ايه المشكله في كده؟ ما فيش مشكله عند عامه الناس مفيش فيش مشكله خالص، انت اتعلمت واجتهدت علشان الناس يقولوا عليك دكتور، الناس قالوا عليك دكتور، خلاص انت مبسوط وهم وهم مبسوطين. اشتغلت في معملك انتجت للناس وطلعت وعملت نظريات وهيصة وكلام كتير أوي ليه؟ ليقال عنك انك عالم وهتاخد جوائز والناس هتشهد لك بهذا ويتكتب اسمك وتتعرف وتتدرس نظرياتك وكلامك خلاص انت فعلت هذا ليقال عنك كذا ولتاخذ كذا مفيش مشكله في ناس هيتخضوا من الكلام ده وفي ناس حتى من المتخصصين يمكن لما يسمعوا الكلام يقولوا ايه ايه ده؟ ده في حديث كبير قوي موجود، هقول لكم الحديث وهنشوف ايه معنى هذا الحديث. يبقى أي عمل الواحد بيعمله له غرض هياخد الغرض ده كله، لو كان للدنيا خالصا مفيش مشكلة خالص، من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ربنا بيقول كده، اللي بيعمل حاجة للدنيا وعايز الدنيا خلاص إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. واحد نازل الصبح رايح يشتغل عشان ياخد مرتب. إيه المشكلة؟ هيروح يشتغل له مرتب على قد شغله. واحد رايح يشتغل وطالع عينه علشان يترقى ويبقى مدير، اترقى وبقى مدير. إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. خلاص يبقى خد إيه؟ أخذ ثوابه ونصيبه في الدنيا لأن هو عايز ثواب الدنيا وبيعمل العمل ده للدنيا. خلاص؟ مفيش مشكلة خالص. وقيسوا على ده كل شيء واحد كاوي هدومه ونازل وحاطط ريحة وكل حاجة علشان الناس تقول عليه شيك وريحته حلوة وكل ده خلاص الناس هتقول عليه كده وهو هيعمل كده يبقى ده غرض الايه غرض الدنيا ما فيهوش مشكلة خالص تعالوا نشوف أحلام أهلا بيكي ازيك يا دكتور أستاذ أحلام أهلا بيكي اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام طيب وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا كنت عايز أسأل سؤال آه انا انا عندي خالي آه عنده ثلاث بنات لما مات توفى من سنتين ولا حاجه كتب كل ورثه لمراته وقسمهم على مراته وولاده الثلاث بنات هل ده حرام ولا حلال يعني ما اعطاش اخواته اي حاجه ما اداش لاخواته اي حاجه اه وكتب الكلام ده قبل ما يموت ايوه كتب الكلام ده قبل ما يموت يعني هو ميت وهو كان كاتب من يعني هو لسه عايش كتب الكلام ده اه وزعه اداه لهم اه اعطاه لهم ما اعطاش يعني لاخوته والبنات اي حاجه وهو خالك مش كده؟ اه هو خال. خلاص هو عمل حاجه المفروض انه ما يعملهاش انما دي من حقه فخلاص عشان هو انتقل لرحمه الله فمن حقه ان هو يتصرف في فلوسه زي ما هو عايز انت دلوقتي معاكي فلوس هتديهاني ولا تديها لاي حد حد هيقول لا خلاص ولكن ما هو انتقل للرفيق الاعلى يبقى خلاص انت اه لو حاسه ان انت مظلومه سامحيه فيش مشكله خالص ولكن هو تصرفه هيسال عنه من حق الانسان ان هو يتصرف في فلوسه زي ما هو عايز في الدنيا مين اللي هيساله عن ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى هيساله عن تصرفه ده لو كان غرضه من هذا التصرف ان هو يمنع حد من الارث أو يبدي حد على حد أو يغير ما فرض الله يبقى ده حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى. فخالك عمل حاجة من حقه مفيش مشكلة فيش مشكلة خالص ومحدش يحاسبه على تصرفه في في فلوسه إنما اللي يحاسبه على كده هو دي بقى اللي بينه وبين ربنا. نيته إيه؟ نيته أن يمنع إخواته من الـ من من, الـ من ماله أو من إرثه خلاص هو هو حر ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على هذا اما انت يا احلام فما تزعليش من خالق ولو انت شايفه ان هو انتقصك شيء عند الله خير وابقى وما تقوليش ابدا ان هو عمل حاجه غلط ولا تزعلي منه ولا تدعي عليه ولا حاجه خالص هو تصرف في ماله تصرف المختار محدش يقدر يقول له يقول له حاجه خالص لو كانت نيته بقى ان هو يحرم الناس ده حسابه عند مين حسابه عند ربنا وبما انه هو انتقل للرفيق الاعلى يبقى احنا مش هنكلمه ونظن فيه ايه نظن فيه خيرا يمكن مراته محتاجه حاجه يمكن بناته دول محتاجين والقرشين اللي موجودين لو اتقسموا مش هيكفوهم خلاص هو امره الى الله بس انت ظني فيه خيرا واوعى تفتكر ان هو عمل كده علشان يحرم اخواته ولا عشان يمنع الناس ان هم إن هم يرثوا لا ظني بخالك خيرا وربنا سبحانه وتعالى يعني يعافيه ان اخطا ويخلفكم خيرا ان ضاع منكم شيء بس ده زي ما قلت لك كده بالظبط. نرجع تاني اعزائي المشاهدين لموضوعنا المتعلق بالرياء والنقطه اللي بركز عليها وبتخوف ناس كتير او يمكن ناس ما يوافقوش عليها اي حد عايز يعمل اي عمل يبتغي به اي شيء هو حر. في الدنيا مفيش مشكلة خالص يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال كده اللي عايز الدنيا نؤتيه منها وربنا لا يظلم أحدا لا يظلم أحد في الدنيا أبدا وزي ما بيقال لكل مجتهد النصيب خلاص أي بني آدم مسلم مؤمن كافر ملوش دين أي واحد هيشتغل في الدنيا علشان الدنيا هياخد أجره هياخد أجره في الدنيا مفيش كلام لأن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم شيئا أبدا. طيب إيه المشكلة بقى في الرياء؟ أمال إحنا بنقول بن بنرأي ليه؟ ولا الرياء ده بيعمل إيه؟ ولا بيسوي ولا بيسوي إيه؟ آه الرياء قد يكون في أعمال الدنيا ودي صفة وحشة بس مش بتؤثر في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي. واحد حيعمل حي كل حاجة للناس في الدنيا علشان الناس تقول عليه كويس، تقول عليه عالم، تقول عليه تقي، تقول عليه ورع، تقول عليه شجاع، أيا ما يكن هذا الوضع، خلاص الناس هتقول كده يبقى مفيش مشكلة. كل ده بيتعلق بأعمال الايه بيتعلق بأعمال الدنيا، وله أجره في الدنيا، ليه إيه عند ربنا؟ ملوش عند ربنا حاجة، خلاص مش مشكلة. الرياء الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبكى بسببه اللي بيتعلق بايه بقى حاجه من العبادات اللي المفروض تبقى لله سبحانه وتعالى والبني ادم بيعملها لغير الله او بيعملها لله ولشيء اخر هو ده بقى الايه هو ده الرياء الشرك الخفي الذي يحبط كل عمل ايه بقى الاعمال الخالصه لله سبحانه وتعالى كل اعمال العبادات الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، الجهاد، البر، كل الحاجات اللي احنا مامورين بيها كل الحاجات اللي احنا منهيين عنها اللي يعمل الحاجه اللي مامور بيها يبتغي بها وجه الله وحده لا شريك له ده المخلص، اللي يعمل حاجه من اعمال العبادات يبتغي بها وجه الله وشيئا اخر مصيبه. يبتغي بها شيئا اخر غير وجه الله مصيبة أكبر، يبقى هو ده الرياء اللي احنا في درجتنا بنحذر منه ومش عايزينه يبقى موجود أبدا. أي حاجة من من أعمال العبادات، اوعى تعملها إلا خالصة لله سبحانه وتعالى. ولو خيرت بين أن أعمل لله ولغيره أو لا أعمل، أنا هختار ألا أعمل. لو واحد هيخيرني تصلي لربنا وعشان الناس تقول عليك ان انت بتصلي ولا ما تصليش خالص؟ ساختار الا اصلي ابدا لاني عدم الصلاه مشكله ولكن الصلاه لغير الله او لشيء او لغرض او لاحد مع الله هي دي المصيبه الكبرى. من اين جئت بهذا القول؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا يبتغى به وجهي فأشرك به غيري تركته وشركه هو ده بقى الموضوع أي حد هيعمل عمل أصلا لله وإيه الأعمال الأصيلة لله أعمال العبادات يبتغي بها مع الله أحدا أو يبتغي بها مع الله شيئا يبقى كده دخل في الرياء المذموم الرياء ده بيحبط كل العمل، صلي زي ما تصلي، إذا كنت تريد شيئا من غير الله أو تبتغي وجها مع الله، يبقى خلاص ضاعت الصلاة وحبط العمل كلية. إيه خطورة الموضوع ده؟ زي ما قلت لحضراتكم إن العمل كله بيبوظ، انتهى كل شيء. يبقى لا هينفعه في الدنيا ولا هينفعه في الآخرة، لأن نفعه في الدنيا كذب. ونفاق ونفعه في الآخرة منتهي شوفوا الحديث بقى اللي الناس كتيرة جدا بيحفظوه وعارفينه هقوله لكم حكاية مش بنص الحديث واحد راجل عاش في الدنيا يقرأ القرآن طيب بيقرأ القرآن ليه القرآن ده كتاب ربنا بيتعبد بيه إنما الراجل قرأ القرآن وكان بيبتغي بذلك وجه الناس ليه هيقولوا عليه قارئ، يقولوا عليه صوته جميل، يقولوا عليه ورع، يقولوا يقولوا خلاص هو مبسوط وأجره بياخده من الناس كده. وواحد تاني كان بينفق ماله علشان الناس تقول عليه راجل كريم وجواد وبيسمع كلام ربنا وبيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفق ماله ومالا كثيرا. وواحد تاني شال سلاحه ولا راح في جيشه علشان الناس تقول عليه شجاع وما بيخافش ونصر بلده ونصر الأمة ونصر الدين التلاتة دول هيروحوا عند ربنا سبحانه وتعالى كل واحد فيهم كان يعمل عملا من أعمال العبادات اللي المفشغ لله سبحانه وتعالى ولكنه كان يبتغي مع الله شيئا أو يبتغي مع الله أحدا أو لا يبتغي إلا هؤلاء يعني مش همه ربنا خالص فراحوا التلاتة دول في الآخرة وجاء الحساب تعال يا قارئ القرآن روح النار فراح الراجل وقف قال يا رب كنت أقرأ كتابك أناء الليل وأطراف النهار ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه أو يخلي الملائكة يقولوا له آه كنت تقرأ ليقال أنك قارئ ألا فقد قيل اتكل على الله يلا روح النار فيلقى به في النار ويجي التاني ودوه النار المتصدق لي يا رب ده أنا كنت أتصدق بمالي ليلا ونهارا ربنا يقول له لا كنت تتصدق ليقال أنك كريم ألا فقد قيل يلا على النار ويجي للثالث الذي قاتل في سبيل الله وربما قتل في سبيل الله ويقولوا له روح النار يقف ليه يا رب لأنا قاتلت في سبيلك وجاهدت أعداءك وعملت وسويت فيقال له لا جاهدت وقاتلت ليقال أنك شجاع ألا فقد قيل فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الله إيه ده إيه اللي حصل ده كله الناس كانوا بيعبدوا ربنا كانوا يعبدون الله لا يبتغون وجه الله وحده لا شريك له هنا بقى الخطر الاكبر طيب ما اذا كان الواحد ما احنا قلنا في بدايه الكلام لما الحد بيعمل حاجه في الدنيا خلاص ربنا مش بيبقى زعلان منه لما يعمل حاجه يبتغي بها وجه الناس او يبتغي مصلحه من الدنيا خلاص ايه المشكله يا سيدي مفيش مشكله خالص اشتغل عشان يقولوا عليك مجد ومجتهد وتاخد شهادات وتاخد جوائز ومرتبك يزيد وتبقى قائد ومدير والكلام ده خلاص مفيش مشكله خالص. امال مشكله الثلاثه دول ايه؟ ليه ربنا ما قال لهمش خلاص انت قريت القران وخدت اجرك مالكش حاجه عندي؟ لان هؤلاء عملوا عملا ما كان ينبغي الا ان يكون لله سبحانه وتعالى وهي اعمال العبادات. هذه الاعمال لا يقبلها الله الا خالصه مخلصه له. أنا أغنى الشركاء عن الشرك هكذا قال الله جل علاه في الحديث القدسي مع عمل عملا يبتغي معه غيري تركته وشركه كل حاجة سبتها له مش عايز منه حاجة وفي الآخرة يكب في النار على وجهه هو ده الرياء هي دي المصيبة الكبرى إن الناس تعمل أعمال العبادات ليتزينوا بها للخلق فما دام تزينوا بها للخلق يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلها منهم ابدا ولا اتصور ان تكون مباركه لا في الدنيا ولا في الاخره، ليه الناس بتعمل كده؟ تبتغي عرض الدنيا. اللي يظهر للناس ان هو بيتمسك بالعبادات وبيتمسك بالسنه وبيصلي وبيعمل وبيسوي ولكنه في قلبه لا يريد إلا أن يقال عنه ذلك، هو مش عايز ربنا سبحانه وتعالى، أو عايز ربنا وعايز الحاجة دي كمان، ما ينفعش، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا له، أوعى تصلي إلا لربنا. طيب الكلام ده خطير، ده ممكن الواحد يكون بيصلي ويلاقي الناس سامعينه، ويسمع الناس بيقولوا عليه ولا يسمع الناس، يا سلام ما شاء الله عليه، ده ما بيسيبش وقت إلا ويصليه في المسجد. يا سلام ده كل يوم بيصلي الفجر الله طب الناس بيقولوا كده أعمل أنا إيه بقى في الوقت ده آه خد بالك بقى من هذا المنعطف الخطير المهم أو يجي الشيطان للي قاعد دلوقتي بيسمع كلامنا ده أو اللي اتكلم عن الرياء فيقول له إيه اوعى تخلي الناس تشوفك لحسن لو الناس شافتك يبقى ده معناه ان انت رأيت الناس وعملك هيروح في داهية وانت هتروح في داهية قول له طب وبعدين اعمل ايه قول له ما هو انت كل ما بتنزل تروح الجامع الناس شايفينك بيقولوا عليك على طول بتصلي في الجامع كل ما الاذان يأذن تقوم تجري تصلي الناس بيقولوا عليك بتصلي انت كده هتبقى مرائي واوعى ده الرياء ده الشرك الخفي اوعى الرياء ده اللي هيحبط بيه العمل الله امال هنعمل ايه بقى الناس يقولون و ما نصليش بقى ما ايه ما نعملش اي حاجه من اعمال العبادات عشان الناس ما تقولش علينا كده لاحسن نبقى مرائين هذا مدخل للشيطان الى قلب المؤمن ليفسد به العمل امال نعمل ايه بقى اعمل لله سبحانه وتعالى فانت بذلك تريد الاخره وتريد وجه الله الناس هيقولوا اللي يقولوه هذا من فيض كرم الله سبحانه وتعالى عليك الناس يقولون عنك تقي وأنت تقواك لله ما فيش مشكلة خالص الناس يقولون عنك أنك قارئ للقرآن وصوتك جميل وتتغنى بالقرآن كما أمرك النبي ما لكش ما يهمكش دا مما أعطاك الله إياه وما أنت بتعمل لمن؟ أنت تعمل لله سبحانه وتعالى مين اللي بيقول كده؟ انت الذي تقوله بين يدي ربك الذي يعلم السر واخفى يبقى لو كان في حاجه بتيجي للمؤمن اللي بيعمل عمل الاخره يبتغي وجه الله والناس يكرمونه يقدرونه يجلونه يفعلون له ما يفعلون لانه يصلي يتصدق يجاهد يعلم اي حاجه من الحاجات دي مش مشكله خالص هذه لا تبطل العمل يبقى اوعى الشيطان يدخل لحد ما يخليه ما يصليش لاحسن الناس بتقول عليه بيصلي لاحسن كده يبقى مرائي يعني كده عمله هيحبط لا وجماع هذا هذه البشره وهذا العطاء الذي وعد الله سبحانه وتعالى به اهل الاخره بايه من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره من اخلص عمله لله اي عمل بقى سيعطيه الله من الدنيا وسيعطيه الله الاخره على حد سواء اما من عمل عملا للدنيا فليس له في الاخره نصيب وسياخذ ثوابه في الدنيا ومن عمل عملا من اعمال الاخره يبتغي بها وجها مع الله او يبتغي بها شيئا مع الله ما قبل الله عمله فما نفعه ذلك في الدنيا ولو كان ظاهره نفع وما نفعه ذلك في الاخره وسيلقى في النار مع هؤلاء الثلاثه الذين حدثتكم عنه مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. اعزائي المشاهدين نخرج فاصل احسن الكلام تقيل شويه ثم نعود نواصل هذا الحديث. نعاود اللقاء والحديث لنتحدث عن موضوع الرياء الذي هو جل مهم، مهم جدا حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا أعمالنا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رويت لحضراتكم الحديث بكى خشية على أمته من الرياء من الشرك الخفي فيخلينا إن احنا نقف كتير قوي واحنا بنراجع اعمالنا واحنا بنصحح اقوالنا بل كل تصرفاتنا. لو كنا اتكلمنا فيما سبق فتعالوا نسال نفسنا النهارده الرياء ده ممكن يبقى في ايه بالظبط عشان نبقى نبقى واخدين بالنا. الرياء اعزائي المشاهدين ممكن يبقى في كل حاجه ممكن يبقى في كل مظهر وممكن يبقى في كل قول وفي كل وفي كل عمل. زي ايه؟ اه واحد لابس هدوم جميله وشيك وزي الفل ممكن يكون غرضه ايه انه يضحك على الناس يبين لهم ان هو ذو مكانه ان هو راجل انيق انه 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 وهو في الواقع مش كده مش كده خالص وممكن يقصد بده العكس يلبس لبس كده مبهدل وشعره مكرمش والكلام ده كله، الناس يشوفوه ليه؟ يقول لك ده يا عم طول الليل بيذاكر، طول الليل بيصلي، فمش همه الكلام ده كله ده من رجال الآخرة، وده من رجال الله والكلام والكلام ده كله، يبقى ممكن ده يكون إيه؟ ممكن ده يكون يكون رياء، ممكن في شكل البدن أو يكون في شكل اللباس أو يكون في الكلام اللي إحنا بنتكلمه واحد يتكلم كده موطي صوته وليه؟ عشان الناس يقولوا عليه مؤدب وتقي وورع وده صوته ما بيعلاش وجميل والواقع خلافة خلاف هذا. إذا كان كل ده ممكن يبقى للدنيا فخلاص هياخد منها اه ما شاء إنما العمل بقى إذا كان هذا التصرف يتعلق بالعبادات علشان تاخد بيها حاجة من الدنيا يبقى احذر فليتك ما فعلت. اوعوا إيه حد يطلع وسط الناس يحفظ له يحفظ القرآن يكون حافظه كله ولا يحفظ له آيتين عشان يكلم الناس ويقولهم الناس تقول عليه متدين وكويس وورع يبقى كده إيه؟ ضاعت الدنيا الدنيا خالص. لا يمكن أن يُقبل عمل من أعمال العبادات إلا خالصا لله سبحانه سبحانه وتعالى وده اللي وضحناه وأسهبنا فيه. يبقى كل الاعمال كل الشكل ممكن يبقى فيه رياء لو كنت انت بترائي عشان تضحك على الناس وتنال منهم او تكن لك مكانه ولا منزله عندهم خلاص ده موضوع انت هتاخده لو قدرت بقى تبقى كذاب كويس وتحبك كذبتك كويس خلاص لو رايح تتجوز واحده وضحكت عليها ولا ضحكت على اهلها هتتجوزها لو رايح تقدم في وظيفه وضحكت على الناس وعد عليهم مظهرك وكلامك والكلام ده كله وانت ولست اهلا لا لما تقول ولا لما تفعل ولا لما تظهر به خلاص قد ما تكذب على الناس الناس يمكن يصدقوك فده عمل الايم عمل عمل الدنيا اما لو كان لله يبقى الموضوع مختلف خالص لانك لن تستطيع ان تكذب على الله ولن تستطيع ان تخفي على الله سبحانه وتعالى شيء، فكل اعمالك بتاعه الاخره لابد ان تكون خالصه مخلصه. يا ترى لما احنا اتكلمنا على الرياء كده بقى، وقلنا ان في رياء للدنيا وده خلاص يمكن ربنا ما بيحاسبناش عنه الا لو كان في مخالفات شرعيه، واحد بيكذب واحد بينصب ده موضوع ده موضوع مختلف، واعمال الاخره لا يمكن الا ان تكون خالصه لله سبحانه وتعالى. أين المؤمن من هذا وذاك؟ أين أهل الآخرة من هذا وذاك؟ هو ده بقى الموضوع. يمكن أن يصير المؤمن في كل حياته خالصا لله سبحانه وتعالى. شكله، مظهره، ملبسه، مخرجه، قوله، عمله، كل حاجة تبقى خالصة لله سبحانه وتعالى. هو ده متصور؟ أه طبعا، ده متصور. إذا كنت تريد أن تكون طيب اللباس طيب الرائحه طيب القول وتعمل ده كله علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان الله جميل يحب الجمال خلاص امشي في الدنيا وانت ازهى الناس وانت اجمل الناس وانت اطيب الناس خلاص ليه؟ لان الله قال لك هذا والنبي صلى الله عليه وسلم علمك هذا يبقى ما فيش مشكله خالص خلي لباسك وخلي شكلك وخلي مظهرك وخلي قولك كله ممكن يبقى لله سبحانه, سبحانه وتعالى، المؤمن يمكنه أن يصير هكذا في الحياة في الحياة دائما، وكده شكله هيبقى كويس، مظهره هيبقى كويس، سلوكه هيبقى كويس، والناس هيقولوا عليه كده، والناس هيحبوه علشان كده، ملوش دعوة بالناس، ملوش دعوة بالناس خالص، ده مين بقى؟ ده المؤمن، يبقى كل هذا العمل سيصير لله سبحانه وتعالى على الرغم ان احنا في بداية الحلقة قلنا ايه ان ده من اعمال الدنيا اللي حيرائي فيها خلاص ملوش حاجة عند ربنا ولكنه ان فعل هذا لله سبحانه وتعالى اخذ على ذلك الثواب والاجر في الاخرة يبقى لبسه لله كلامه لله زواجه لله خلفته لله علمه لله عمله لله مع انه لما حيروح يشتغل هياخد مرتب بس له اجر عند الله لما يتجوز هيبقى مبسوط وحيعيش في الدنيا وسعيد وكل حاجه بس له عند ربنا لما هيمشي هيبقى لبسه كويس والناس هتقول عليه جميل ومهندم بس له اجر في الاخر اجر كامل في الآخرة لمن هذا يا رب لمن اخلصوا حياتهم لله سبحانه وتعالى الاسلام عايزنا كده الاسلام يا اخواني عايزنا كده عايزنا نكون انقياء ليه نضحك على الناس ليه نظهر للناس ما ليس فينا ليه نكذب ليه نصور نفسنا بصوره ما هياش ما هيش فينا مين ضربك على ايدك عشان تعمل كده ومين هيلزمك ان انت تبقى حاجه انت مش قدها او هي او هي مش فيك مفيش ابدا ولكن القلوب الخاويه والاذان المنصته لنزوات الشياطين وهؤلاء الذين يبيعون كل شيء من اجل اغراض الاخره هم دول اللي بتبقى عندهم المشاكل، اما المؤمن فليس عنده شيء من هذا ابدا، يبقى كده اعزائي المشاهدين يمكن ان يخلو قلب المؤمن وعمله من كل مظاهر الرياء مطلقا، فتصير ايه بقى؟ تصير حياته كلها لله. اكله وشربه وجوازه وعلمه وشغله، كل حاجه تبقى لله. سبحانه وتعالى هو صعب ان احنا نعمل كده لا مش صعب ابدا ولكننا اذا علمنا وتعلمنا ودربنا انفسنا نصل الى هذا ما دام بقى موضوع رياء وفي حاجات بتود النار وفي حاجات بتخسر الناس كيف يمكننا ان نعالج هذا الطريق لمعالجه الرياء إيه؟ تعالوا اقول لحضراتكم ببساطه جدا الناس اللي بترائي ديت بترائي ليه عايزين ياخدوا حاجة في الدنيا مش بتاعتهم إن الله تبارك وتعالى قسم لك رزقك الذي أعطاك ويعطيك إياه حتى تموت يبقى من تشفي حاجة أن أنت تظهر نفسك بغير حقيقتك أنت عايز إيه؟ عايز الرزق أليس هو مكتوب من الله سبحانه وتعالى ومكفول من الله سبحانه وتعالى يبقى لا تصل إلى شيء من الرزق بمعصية الله أبداً يبقى شيل الموضوع ده خالص، ما ما تتقلق ما ما, ما, ما تتفاعلش قدام الناس وما تتورا ما تترقاش للناس وما توريش نفسك بصوره هي مش فيك علشان تاخد حاجه من الدنيا، هتاخد ايه من الدنيا؟ رزقك انه مكفول لك، ادي اول الطريق. الحاجه الثانيه بلاش تنظر الى مكانتك عند الناس. بص لمكانتك عند الله سبحانه وتعالى ومكانتك عند الله تنعكس على مكانتك في الناس إنما مكانتك عند الناس لا يمكن أن تنعكس عند الله سبحانه وتعالى يبقى مش مهم تبقى إيه عند الناس علشان كده من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ليه علشان ما بيهموش الناس ما يهموش الناس تعرف ولا ما تعرفش، كل اللي بيهمه ايه؟ علاقته بالله سبحانه سبحانه وتعالى، يبقى ده الطريق علشان إن احنا نتلافى الرياء، يبقى في كل أعمالنا بقى، مش في العبادات وبس، خلي أجرك من الله، وخلي وجهك ابتغاء وجه الله، وما يهمكش تكون إيه عند الناس، يهمك تكون إيه عند ربنا، فإن كنت عند الله طبع الله سبحانه وتعالى لك مكانه في العباد احنا عارفين الحديث ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي في اهل السماوات يا اهل السماوات ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماوات فينادون في ينادون في اهل الارض يا اهل الارض ان الله يحب فلانا فاحبوه فيوضع له القبول، يبقى لو انت عايز ثواب الدنيا خذه من فوق، خذه من عند ربنا سبحانه وتعالى، اما اذا بات الناس وصحوا وقالوا عن فلان انه عالم، انه عادل، انه كريم، انه جميل وليس لك ليس له ذلك، فاي شيء من هذا سيصعد الى الله سبحانه وتعالى. لا شيء البته اعزائي المشاهدين الاسلام عايزنا نبقى اذكياء وعايزنا نبقى دائما رابحين ودائما في الدنيا طيبين وفي الاخره طيبين لا يضيع منا ثواب الدنيا ولا يضيع منا ثواب الاخره كيف يكون هذا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره اللهم انا نسالك ان تقبل اعمالنا واقوالنا وسلوكنا ظاهرنا وباطننا خالصا لك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. اللهم احينا على هذا ولقنا وجهك بهذا واجرنا على هذا فانك القوي وانت المتين وانت الكريم وانت العزيز وانت الحكيم. اعزائي المشاهدين على خير نلقاكم باخلاص بهدى بتقى باذن الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله يفتح عليكم